مضي الرئيس ميشيل عون مرسوم استقالة الحكومة بآخر يوم من عهده، وهيدي سابقة أولى من نوعها، لأنه عادة هيك مرسوم بيطلع مع مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة. وطلب عون من مجلس النواب سحب التكليف المعطى لنجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة، وهو عارف انه ما في رئيس يعمل استشارات او يكلف شخصيه جديده للتشكيل. بهالخطوتين جرب ميشيل عون يحمي صلاحيات رئاسه الجمهوريه ويحرم رئيس الحكومه والوزراء اللي عم بيصرفوا اعمال من المس فيها، وبنفس الوقت عاقب عون ميقاتي يلي رفض يمشي بالصيغ الوزاريه يلي وافق عليها صهر العهد جبران باسيل. بالمحصله فوت ميشيل عون البلد بسجال طويل عريض عن صلاحيات حكومه تصريف اعمال وقع مرسوم استقالتها، بين فريق بيعتبر انه صلاحياتها كامله وفريق بيعتبر انه ما عنده صلاحيات نهائيا. وبالمحصلة كمان سلطة الازمات والانهيارات عم تجبرنا كلبنانيين نفوت بفراغ جديد، لانه تسويتها بعد ما نضجت واستوت لتكفي نهبنا وتدمير مؤسساتنا.